السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم أحمد مصطفى. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن بوتجاز يونين إير، موديل من موديلات شركة يونين إير، طبعا موديل آي ستيل سمارت. طبعا شركة يونين إير برضو من الشركات المتضررة في البوتجازات، بتعمل أشكال والوان برضو في البوتجازات، أشكال كتير، خامات كويسة جدا. الموديل ده موديل خامته حلوة وإمكانياته كويسة وسعره برضو متوسط، اللي عايز حاجة وسط وخامتها حلوة برضو معقولة. هنتكلم عن كل جوانب البوتجاز. البوتجاز أصلا بيبقى 60x90 ستانلس كامل، شاشة ديجيتال باللمس، 2 شواية وفيها مروحة في الفرن، 2 مفتاح للشواية والفرن يعملوا مع بعض. حوا من ظهر طبعا بيبقى خامته برضو عالية جدا. هنتكلم عن كل جوانب البوتجاز بإذن الله، بس ياريت متنسوناش باشتراك في القناة، عايزين نكبر صفحتنا إن شاء الله وتبقى طبعا عدد الاشتراكات كتير. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في البوتجاز بكل إمكانياته. البوتجاز زي ما انتم شايفين حامل ظهر كويسة جدا طبعا عشان يثبت الأواني أهي، وبرضو خفيف الحمل عشان طبعا ما تبقاش تقيلة عالية طبعا. هيستخدم البوتجاز إذا كان عروس، لأنه كله بيشتكي من اللي حوامل الظهر توقع تمنى شوية. لا، في ناس بتعمل حوامل الظهر طبعا، حاجة برضو حجمها معقول للحمل. هذه الكوشة حضرتكم بتبقى حاجة كويسة خالص، بتبقى برضو محكمة الغرب لعدم تسريب الغاز ومساعدة التنظيف. بيبقى أدي الإشعال الذاتي بس. البوتجاز ده بيبقاش سيفت طبعا، بس بوتجاز حلو جدا ومناسب جدا لأي عروسة عايزة بوتجاز كويس وبمواصفات كويسة. زي ما انتم شايفين ادي اهو الشعلات هتلاقوها محكمة الحوض وفيها اشعال ذاتي. استنلس كامل لامع اهو، فيبقى 60x90. فتحات جيدة للتهوية اهو، باب بوزاز ليه، باب بوزاز بيبقى ليه فصلات بفك تركيب الباب بتاع البوتجاز عادي، اللي هو الطهريه بتاعت البوتجاز اللي هو فوق بتاع الشعلات. حامل ده بتاع الاواني الصغيره، اذا كان بتاعت القهوه كده في ناس برضه بتفضل ده. طبعا هو خامته حديد عاديه، في ناس بتعمل خامات ظهر برضه في شركه يونين، في موديلات بحوامل ظهر عادي، بس طبعا كده كده حاجة تسلم عليها برضو مش هتختلف، لأن الظهر بتبقى أحسن بكتير. هذه حضراتكم مفاتيح البوتجاز اهو، المفتاحين دول على الأسفل يمين وعلى يمين، اللي هما الشعلتين دول حضراتكم، ودي المفتاح اللي هي الشعلة الوسطى اهي، كل حاجة مرسوم عليها. ده الجريل الشواية، ده الأوفن اللي هو الفرن من 140 ل 240 أقصى درجة، بصراحة كويسة جدا. ممكن تشغل الفرن والشعاية مع بعض اهو. طبعا بس تنبيه برضو زي ما بنبه كل مرة للأمانة، البوتجاز والفرن طبعا أي حد هيشتري بوتجاز أي بياع هيقول لا بيشتغلوا مع بعض، بس احنا برضو أنا عن نفسي أنا أي حد ببيع البوتجاز بأكد له برضو إن الشواية والفرن ما يشتغلوش مع بعض أكتر من 5 ل10 دقايق، وده أمان للفرن. فهتلاقي طبعا حتى لو الشواية مفتاحها مفتوح بس الغاز بتاعها واقف، هتلاقي الفرن بس اللي هي شغالة لأمان الفرن عدم طبعا حدوث أي عطل في الفرن أو حدوث سرطان لباب الفرن. طبعا المفتاحين دول اللي هو أعلى يسار وأسفل يسار، هما الشعلتين دول. دي الشاشة باللمس السمارت، ادي زرار للاشعال الذاتي، زرار للمبة، زرار للشواية، زي كل حاجة موضحة عليها. في ناس طبعا من الزباين برضو ما عندهاش خبرة بتسأل، بس طبعا كل حاجة مرسوم عليها، واحنا برضو ما نقولها كل حاجة، تشغيله سهل جدا خالص. مفتاح للمروحة والديجيتال تايمر لمنبه الوقت. ادي باب الفرن اهو، اوسع فرن اهو زي ما كاتبين. الفرن والشواية هي عملانة مع الفرن مغلق كاتبينها، بس برضو هتيجي تشتري البوتجاز هتستخدمه، هيعمل لك الفكرة اللي انا قلت لك عليها،
ان هو اصلا ما بيشربهمش عدد اكتر من 5 ل 10 دقائق، وده للامان. دي طبعا حافظة اسفل الفرن، هي برضو مشكلة اللي بتبقى في ساعات بتعملها من غير مقبض، بتبقى طبعا سهل يعني. طبعا ايه يعني في مشكلة طبعا في ايه في فتحة بسهولة، بس هي بتفتح عادي اما بتحط القواعد بتاعتها المتالة، لكن هي طبعا دي عشان قياس مش عالي على القواعد. ادي الفرن حضرتكم واسع جدا بصراحة، ممتازة بالنسبة لسعر البوتياز والفرن والامكانيات، هتلاقي ممتازة جدا سعرها. ادي باب الفرن اهو كويس خالص، ادي الفرن في صداد للشوايه اللي هي من اعلى لعدم تسريب الحراره للمفاتيح طبعا عشان ما تسيحش المفاتيح. ادي الشعل اللي فوق اهو، ادي المروحه حضراتكم، حامل الشبكة وحامل الدهون طبعا، وسخين شواية، سخين موتور شواية اهو، حط اتنين هنا جنب بعضيهم بالطول. ادي تمام بضمان صراصير شركة يونيون اير، 4 قاعات زي ما حضراتكم. بصراحة مسافر الفرن كويسة جدا، واسعة جدا، محترمة، لازم معقول اقل سمك عشان كده طبعا موسعين في الفرن. فكرة البوتجاز استلس كامل طبعا، بصراحة البوتجاز تحفة وسعر معقول. البوتجاز زي ما قلنا بيبقى 60 في 90 استلس كامل، مروحة وشويتين، بيبقى البوتجاز بضمان 7 سنين. البوتجاز سعره تقريبا هيبقى 5000 جنيه، بصراحة سعر متوسط كويس، وخامة حلوة وإمكانياته حلوة جدا طبعا، لا يعرسه شكله تحفة برضو. أتمنى أن أكون في تحضركم في بعض المعلومات عن هذا الموديل، ويا ريت ما تنسوناش باشتراك في القناة. شكرا لحضراتكم.